خلاص من لا تحرمها من ان هذا السواء. الفرق بين صلاة التراويح وصلاة التهجد، حد بيسأل. صلاة التراويح اسمها تراويح من الترويحة يعني الراحة، لأنهم بعد كم ركعة ركعتين أو أربع ركعات استراحة يستراح، فسميت تراويح. صلاة التهجد من ترك الهجود يعني ترك النوم، يبقى الإنسان نام واستراح فيترك لذة ومتعة النوم والراحة ويقوم ويتوضأ ويطرد الشيطان ويصلي، دي اسمها صلاة التهجد، ولا تكون إلا بعد نوم. سميت تهجد من ترك الهجود يعني ترك النوم، فتكون بعد نوم. يعني صلت التراويح، صلينا التراويح بعد صلاة العشاء ورحنا ونمنا وقمنا بقى نستيقظ في صلاة السحور مثلا، لك تتهجد بقى تهجد، بس تجعل الوتر في آخر صلاة التهجد. حد بيسأل سؤال لطيف جدا بيسأل هل مشاهدة المسلسلات في رمضان حلال ولا حرام؟ والله المسلسلات الحلال حلال والمسلسلات الحرام حرام. طيب ما هي مفسدات الصوم؟ مفسدات الصوم الأكل والشرب والمعاشرة الزوجية ونحو ذلك من الأمور التي تؤدي إلى الإفطار. الغيبة والنميمة تفطران الصائم، يعني تحبط الثواب، تحبط الثواب. اللي بيصوم من غير ما يصلي، المفروض ان الصلاة ركن والصيام ركن والإسلام بني على خمس أركان، فهل تقبل ان يبقى اللي ركن من الاركان البيت واقع، يبقى البيت مش هيقوم؟ بس الصيام يبقى باطل لو الواحد ما صلاش ولا لا؟ لا يكون باطلا، ده سواء ده له ثواب واجر وده له ثواب واجر. نعم. حكم الاعتكاف في رمضان سنه من سنن الرسول عليه الصلاه والسلام، وكان اذا اقبل العشر الاواخر من رمضان احيا ليله وايقظ اهله وجد وشد المئزر. أيقظ أهله يعني لا يعتكف وحده، بل كان أمهات المؤمنين أيضا يشاركنه صلى الله عليه وسلم، وأيقظ أهله وجد وشد المئزر للاعتكاف في العشر الأواخر لتحين ليلة القدر. حكم اعتكاف